اخويا رمضان في المغرب ما بقاش يدوز كيف كان، ما بقاش يدوز. دابا رمضان هو دخل واحد تيقول لك راه فيه 20 دغيا مشى في حاله، ما بقى ديك سره الرحيم، ما بقى بنادم تيسول على بنادم ولا كلشي تيعرف غير راسو ولا سبحان الله العظيم ما بقاش هذاك الشيء اللي كان، قسما بالله. حتى ديك الصدقه اللي كنت تعطيو الناس ما بقاتش، ما بقاش دابا ولا داك اللي عنده طمع في الصدقه المسكين، فهمتي كيفاش؟ ما بقاش رمضان اخويا رمضان كنا حنا دوزنا، انا في عمري 51 عام عرفت رمضانات اللي كنا تندوزو حنا تنقولو يا ربي ما يخرجش رمضان، تنبكيو رمضان حتى يكون خارج تنتفقسو تنبكيو تنقولو الله رمضان مشى لحقاش، حتى رمضان اللي تتكون فيه الحنانه وتكون فيه الرزق وتتكون فيه المحبه وتتكون فيه الناس تتكون مخاصمه كاع ما عرفتش شحال وتتصالح في رمضان، تيكون عندهم مشكل كبير كاع ما تيتقاد وتيتصالحوا في رمضان وبنادم تين على الشيطان وسيب اسما كاين ورمضان زين. ولكن اخويا دابا هاد رمضانات هادو اللي ولاو دابا عاد دابا واحد 8 رمضانات اللي دازو دابا 8 سنين هادي اخويا راه ما الله يجيب السلامه وصافي. وهذا الشيء العجب ما بقاش تنشوف انا شي حوايج تنشوفهم في الزنقه من ناحيه بالنسبه للنساء، كاين بعض شي نساء دابا ما تيعجبهم يطلقوا شعورهم ويتعرى ويديروا شي حوايج حتى رمضان بنهار، ما عرفت علاش زعما تيديروا هكاك وتيتموا خارجين عريانين وبنهار ماشي حتى بالليل. هادشي ولا هاد الناس راه الناس يشوفوا هادشي بعينيهم وحق الله القسم، لان رمضان اخويا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يجعل السيد ربي يلطف بينا ويعطينا حسن الخاتمه، واخويا الله يجعل السيد ربي يهدي هاد الناس بينا، وراه ما كاين غير الله والموت راه والو، شي بنادم راه ما يدي معاه حتى شي حاجه، شي بنادم واخا يضرب تماره ليل ونهار وصباح وعشيه والو، اللهم اتقيتي الله ودرتي بينك وبين سيد ربي سبحانه الله هو ما عدي معك حتى حاجه، كتانه ما فيها جياب، كتانه بيضاء ما فيها لا جيب لا والو. الانسان يتسامح في رمضان، الانسان يطلب الله ويستغفر سيد ربي سبحانه الله هو، رمضان ديال العباده وديال راه حنا كنا مذنبين، ان الانسان خصو يتوب اللي خلقه في هذا الشهر هذا، هذا الشهر هذا راه معظم، هذا الشهر هذا راه هذا الشهر هذا لا اله الا الله. شوف هي مصر دابا فيها المسيح والمسلمين، المسيح ما ياكلش قدام المسلمين بنهار، والله ما ياكل بالله عيب، ولده تيقول له لا ما تاكلش في السوق يخرجوا يتقداو، الولد تيعشق تفاحه ولا بنانه تيقول له لولده لا ما تاكلش اولدي، المسلمين صايمين حشومه احترام. شوف الناس كي دايرين، شوف هذا المسيح المصريين كيفاش يحترموا بعضياتهم، حنا لا مغربي بحالك بحالو تياكل قدامك ويشعل قارو قدامك، وكاينين شي بعضين نقولها لك اخويا بعدا مباشره ما تنخافي الله سبحانه الله هو، شي وحدين ما تيمرضوا حتى رمضان، عاد فيهم السكر عاد فيهم التنسيو عاد فيهم الراس عاد فيهم الامراض، حيت تيكون رمضان ما كاينش صحاح، ها الشرابات ها الجرى ها المعيار ها المخاسمه ها عينيه خارجين، حيت تيدخل رمضان تيقول لك انا مريض وما خصناش نصوم، الطبيب قال لي الا صمت عاد تموت وانا باغي نصوم، على من تيتنز؟ على من تيتفلى؟ على من؟ على ذاك اللي خلقه؟ اللاعب صاحبي حشومه، الناس مرض انا نسبتي فيها السكر الخايب الانسولين والفانيد والتنسيو، وتضربوا مع اولادها ما تصوميش تقول لهم انا بيت نصوم وبيت نموت صايمه، شوف القلب كيفاش داير، انه الانسان حشومه صاحبي، انت ما تتمرض حتى رمضان، عاد تتمرض ما تدابز حتى رمضان، ما تتحيي حتى رمضان، ما تتخسر وجهك وعلاقتك مع سيدي ربي حتى لهذا الشهر هذا المبارك، لا الانسان خصو يتوب اللي خلقه، راه كاع بينا نموتوا راه ما نديو معنا والو خويا، اليوم احنا تنهضروا غدا يقولوا الله يرحم من مات، هذا هو اللي كاين، وتنطلبوا من الله الله يهدي المسلمين، الله يهدي بعضنا لبعض، والله يجعل سيدي ربي يهدينا ويشافينا ويدير شتا ولد الخير، واخر الدعوه يستر الله خويا والمسامح كريم وعواش مبروك.